يعدلون الحميل يبا لو ما يوصلون المحمد يا عيني يوصلون المحمد وقف قبال وقل لا يا ابو الزهر الشوق جاتلني يا سيدي والعاذل بجالي يا ابا بجالي بجالي والعاذل بجالي من سمع وني يا ابويا واني لحضرتك يا محمد متعني يا 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 وانتم ما جفيتوا الصار لا 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 يا ابو الزهر علينا ضاقت الوسعة يا ابو الزهر علينا ضاقت الوسعة ومن عيني عليكم نزلت الدمع يا بي يا وليجي لحضرتك وليجي لحضرتك يا سيدي اوف اوف يا عيوني وليجي لحضرتك يا سيدي لا ترجع وانتم ما جفيتوا الصاح لا لا يا محمد صل عليه يا ام الحسن يا ام الحسن يا ام الحسن يا زهرة نبينا تفوح يا يما حالي من ضنك وهدني كثر النوم وعدكم ما يظل المرتمي مطروح نخيت انا اهل العبايا يا بي يا بي نخيت اهل العبايا يا عين نخيت اهل العبا يا عيني القلادة يا ابويا علي الكرار واغلى ثم اولاده دي لحقوا نظرك بكم جملة السايا ترى الخادم لجلكم أجول عيالا نخيت أنا الرفاعي نخيت أنا الرفاعي نخيت أنا الرفاعي وينك يا أبو الغيرة يا أبو الغيرة
قبضي حاله وبكسر صيرة مدد منك يا ابو العرج علي ديرة يا بي يا بي ترى السيد أبا ما ينطب عيالا كان اجسامنا ما وصلت لي غادي تخذ رواحنا يا زوار العندنا بالغادي وانا بلزمتك يا قطب بغدادي يا يا ابو يا يا ابو وانا بلزمتك يا قطب بغدادي يا ابو صالح يا ليت الغاب لو صال سلاطين اربع بغداد لا صيح يا باز وانت السور والسكان ابو صالح يا يابا سلاطين اربع بغداد سلاطين اربع بغداد لا صيح يا باس وانت السور والسكان ابو صالح يا يابا يا باس يا باس يا با يا با يا با اي والله يا يابا ندبت اربع قطاب وصحت يا باز يا باز المريد يصيح وين اهل الحمية انادي عالغالي لو ضاقت احوالي سيدي عبد القادر وقد نلت المعالي احوالي سيدي عبد القادر قد نلت المعالي هو من يهواكم وظل قضيب وياكم قل الحادي جاكم وجتك وانش حالي جدي لفقدت وقال لي قوم قباري انادي على الغالي ولو باقيت احوالي سيدي عبد القادر قد نلت المعالي طابت الانفاس من شربنا القاسي سيدنا الرواسي يا عالي يا رسول الله يا حبيب الله
مدد 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 م